طالما ان في مواجهه شامله بهذا الشكل، بالتاكيد هيكون في مواكب للشهداء. مواكب الشهداء لا تتوقف، سواء في قبل عمليه سيناء 2018 او اثناءها او بعدها. يعني الشهداء يدافعون عن الوطن، ومواكب الشهداء تتقدم دائما دفاعا عنا جميعا. واعتقد هي اللي بتنير الطريق امامنا، وهي اللي بتدافع عن الوطن. هنصور مع كل الشهداء اللي استشهدوا في هذه العملية اللي بنواجه فيها جماعات إرهابية تباعا. يعني على الأقل يستحقون أن نحتفي بهم، على الأقل يستحقون أن نتحدث عن أسمائهم وعن بطولاتهم. يعني دول الحقيقة ماتوا واستشهدوا دفاعا عنا جميعا. خلونا نبدأ ب جنازة الشهيد إبراهيم عطية الأبيض، وده من عزبة الركن في مدينة قطور الغربية. كلنا نموت نفدا مصر، نموت نموت وتحيا مصر، كلنا معاك يا سيسي، واضرب بيد الحديد. نحن كلنا فداء مصر، ونربي اولادنا فداء لمصر، وكلنا ضد الارهاب ولا للارهاب، ويسقط الارهاب. وهذا العمل الحقير الدنيء سنكون وراءه بالمنصات حتى نمحقه ان شاء الله. مهما عملوا ومهما قدموا، نحن نقدم اغلى منهم وأحسن منهم، شهداء عند الله وهم في الجنة إن شاء الله. أقول للشهيد ربنا يرحمه، وهو كان في أي وقت مستعد للحكاية ديت، وأنا كنت عارف، وده بتاع ربنا. يرحمك يا ابني ويسامحك يا ابني ويصبرنا على بعدك يا ابني. الله ويصبرني يا ابني، أنا أموت أعذرك. الله يحفظ مصر، الله يخرب بيت الإرهاب، وربنا قادر عليهم إن شاء الله يدحرهم ويبعدهم عن مصر. الشهيد ده شيء عظيم جدا، والشهاده شيء عظيم، وان هو بيضحي من اجل بلده، واحنا بنقول للشهداء احنا معاهم، وان شاء الله باذن الله كلنا هنضحي من اجل مصر. حسبي الله ونعم الوكيل، وصبر اهله، وصبر اهله يا رب. الله يخرب بيت الارهاب، واللي يعرف واحد من بتوع الارهاب وما يخربش بيته ويخنقه كده. زفاف الشهداء، الشهداء يزفون إلى السماء. الناس صحيح في حزن، لكن ما فيش انكسار، في ألم لكن في شموخ وكبرياء. والناس شوفوا إزاي بتتكلم عن الصمود في مواجهة الإرهاب وتركيزهم على هذا العدو الذي نقاتله. يعني ما فيش حاجة طبعا ممكن إنها تعوض عن نقطة دم واحدة، لكن الناس مع كل الأحزان اللي هي فيها، حالة الفقدان صعبة، صعبة جدا ومؤلمة، لكن فيها هتلاحظوا شموخ. شوفوا الست بتستخدم الزغاريد بتزف ابنها أو بتزف الشهيد إلى السماء. شهداء اللهم تغمدهم بواسع رحمتك، ألهم عائلاتهم الصبر والسلوان. شوفوا الحالة اللي انتوا شايفينها دي، لا يمكن ان تجدها الا في جنازات الشهداء في مصر.
هتلاحظوا حالة الصمود والكبرياء والشموخ مع الحزن الشديد ومع الألم الشديد، لكن الإرهاب ما بيكسرش هذه العائلات مع كل الآلام اللي هم فيها، لكن هتلاقوا في حالة العزة بالنفس وحالة الكرامة واستعدادهم. شوف الأب بيقول لك أنا كنت عارف، حاسس، هو عنده إحساس بأنه سيزف ابنه شهيدا في يوم من الأيام. آلام شديدة جدا ودموع، ولكن شموخ بلا أي انكسار، وكبرياء وعزة وصمود. الشهيد التاني اللي بنحتفل بيه شهداء عملية سيناء 2018، هنعمل لوحة للشهداء الذين ينضمون إلى مواكب وإلى قافلة الشهداء طيلة السنوات الماضية، اللي الذين دافعوا عنا جميعا. نقول لنفسنا دايما واحنا قاعدين احنا عايشين، يعني هم دفعوا ثمنا وعائلتهم دفعوا أثمانا باهظة. الشهيد عمرو عثمان ده في مركز بسيون غربية، وزي ما بقول لكم بنحتفي ونحتفل بالشهداء، بنضع لوحة للأبطال الذين يدافعون عنا جميعا في المعركة التي ما زالت تدور واللي هتستمر لعدة أشهر في سيناء باسم سيناء 2018. الله يرحمك يا عمر يا ابن حبيبي، الله يرحمك يا عمر حبيبي، جعلك من الشهداء يا رب. هو شهيد انت، شهيد يا احمد، انت شهيد يا حبيبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، تسبت الاجر والسلام عند الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اول كبير والله كنت عايز اعمل لك كل حاجه، اوعى تفكر ان انا ابوك قصرت معاك. انا عارفك ان انت ما كنتش متعذر، انت كنت دايما كده، انت كنت دايما بتقعد تعذر كتير معايا. احتسبته عندك يا رب، انت اديتهولي وخدته مني تاني يا رب. يا حبيبي انت اديتهولي وخدته تاني يا رب. حبيبي كان، حبيبي كان نور عيني، ابن حبيبي كان امين، كانت الدنيا بحالها بتحبه حبيب قلبي. مسلم عليا من 15 يوم في فرح بنت خالي، هي كان بيودع الناس كلها، كان جاي يودع الناس كلها. كان بيحبني. إن شاء الله إخواتي هيكبحوا بإذن الله، بإذن الله ربنا يتقبلوا بالشهداء ويسكنوا الجنة إن شاء الله. كان نفسي حبيبي شاب زي كل الشباب، احترام وأدب وعارف ربنا، وكان نفسي ينال الشهادة وأنالها. الله يرحمه، الله يرحمه، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم اللي حرقوا قلوبنا وقلوب الناس، ربنا ينتقم منهم. ميت شهيد بيدافع عن الوطن، بيدافع عن البلد، الله يرحمه وهو واللي زيه. يا خبر الله يا خبر.
كنا نفسنا نفرحوا به. أبوي شهيد، ميت شهيد. جنود والله رحمة الوقت وقطع ربنا كله بقى رحمة ربنا. الشعب المصري متوحد كله بجيشه شرطته وشعبه العظيم وقائده العظيم. لا هنواجه هذا ونقدر في دحر لهذا في مستوى الجمهورية بإذن الله. زفاف الأبطال إلى السماء يتقبلون التهاني ولا يتقبلون التعازي مع كل الألام والأحزان والدموع، لكن هتلاقوا فيه شموخ، مفيش انكسار. كلهم بيتكلموا على إنهم كانوا عارفين كلهم، وكأنهم لديهم الإحساس بأن أبنائهم يتسابقون نحو الشهادة يعني، وكأن ولادهم بيكلموهم عن هو مين اللي هيستشهد قبل التاني يعني. فشايفين هذا السباق نحو الشهادة ونحو الاستشهاد بهذا الشكل دفاعا عن الوطن، يعني أعتقد حالة تخلي كل المصريين يحتفوا بهؤلاء الأبطال اللي يستحقون منا الكلمة الأولى دائما أن تكون لهم، للشهداء ولعائلات الشهداء اللي بيدفعوا كمان أثمانا باهظة من الفقدان ومن الألم ومن الدموع، لكن عندهم الإحساس بالفخر إن ابنهم بطل واستشهد في معارك في مواجهة الإرهاب.